شنو هو هذا؟ شمع سمعتوا القرار الجديد؟ سمعتوا ما سمعتوش؟ تحب نقول لكم ميني؟ ها؟ بي حبيبي شفتوه الشير هذا السهمة كالعادة يا جماعة، السهم هذا هيا عاد بالله عليك هيا بالله ايوا السهم هذا تنزلوا عليه وتجيوا للزرقة هذه اكا هو نص خرابط ايزي بيزي تعملوه 5 مرات يلا ها منين من سوسة من دارنا صنفورة صنفورة الزمن والله سمعنا احسن طبعا احسن باش اللي هذا الماكل فم وتوكل خاطر نحن في بيت قانون طبعا اني مستغربتش خاطر يعني تونس بيت قانون يا بيدي مستغربش بيه القرار عادي يعني فهمتني وهذا المفروض انه يصير من قبل وكيتو سابليتو كل واحد يلمك يقوم اللي عنده يلمها ويحترم روحه ويحترم الناس وتحيا تونس مهز حسين يلا حبيبي الشر والتك لو سمحنا الشر والتك ايه ما شكون زعما اللي ندخل اكا محمد وينو كل معاه اكا محمد هذاك وينو يا محمد الله العظيم قبل فيتينا باش يطول الله اي ان شاء الله اليوم اللايف طويل ان شاء الله ان شاء الله طبعا اذا انتم قعدتوا في المستوى اذا كان تبداو تعوجوا نسكر عادي نص ساعه ونسكرها اوكي شنو هي العشاء كسكسي بالعلوش ايجا مرحبا بيك قول تحب تاكلها مرحبا بيك مش معليه معاج هاي سيبونا عاد جماعه بيه التكبيس تو التكبيس هيا عاد هيا يوي نلعبوا جوله استناوا الساعه خلينا نوصل للتعيج الساعه يا خالي ربي حوين والله العظيم خالي عندي عليه برشا زرقاء زرقاء صحي جبت صيد من وضن واني زرقاء زرقاء ونفتخر بزروقيتي يزرقاء ونفتخر استنيني الساعة جماعة تعرفوا اني بكريكة اقسم بدين اللي نهار كامل وين نهار كامل في اليوتيوب فاش نتفرج فك اللقطة كيف وقت ادهم طلع وراود طلع لنا باللوك متاعو وزيد هبطت ونوتلا اقسم بالله ميت الضحك نهار كامل اليوم نحس روحي باش نتعصب ندخل لك اللقطه ذيك والله يا جماعه راني مو ضحك راه ماهوش تنمر والله اما اللقطه معناها تحسها تخرجت الضحك فهمتوا كيفاش الا محسوب ناقص انا والله راني ناقصه والله العظيم والله العظيم راني ناقص اما امان امان راني مدت راني نتفكك يلا حبيبي تو التكبيس يلا شدوا في التك الوانك وت... اي ماله الواني متناسقه انا ديما الواني متناسقه شفت التناسق شفت القبوع هذا قبوع الزمن من وينك انت باهي شكون عندنا حل باهي 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 وتنور تهش برون الصودي عاد الى بتمالي ما تخافش تتشيل عليه اللطف عليه باش نتشيل متربي انا نعمل في محتوى متربي مانيش نتجلط مع الناس مانيش نهدد عن في الناس مانيش نقول في الكلام الزايد اموري كلها قانونيه والحمد لله علاش باش نتشيل فهمني انت انت فهمني اني علاش باش نتشيل على كلمه معاعش الله ما يحطوا في قضيه كلمه معاعش الحمد لله يا ربي كل شيء مهسس عندي وكل شيء مريقن الحمد لله يا ربي خوخه حل لايف خوخه ما تنجمش تدخل تلعب الا ما تحل 3 ايام لايف نص ساعه ما تنجمش تدخل تلعب الانسان هذيك انسان مهسهسه استنوا شوفوا عشوائي لحظه البنات شوفوا عشوائي الزمن من هذا شوفوا هذا يا مرحب يا مرحب يا مرحب ايه الاخبار والله الحمد لله انت ايه اخبارك والله الحمد لله ايه انت تونسية انا ايه انت مصرية ايه مصرية نتشرفوا بيك نتشرفوا بيك وباهل مصر ازيك عامل ايه يا فوكس الحمد لله والله كيفك
والله الحمد لله يا غالي. والله انا اسفه يعني انحرجت اول مره ندخل مع مصري. انت من وين؟ انا من تونس. والنعم والله. بس حاسألك، هو انت عندك عرق عراقي؟ لا بلكش جذورك من العراق وانت ما بتعرف. ليه ايش؟ يعني بلكي جذورك من العراق. لا لا لا، انا مصري حتى النخاع. حتى يخلي ربي يخلي لك نخاعك ان شاء الله. ازاي مصر واهلك؟ ازاي مصر واهلي مصر كويسين؟ خير، بتسلم عليك. الحمد لله يا ربي، ومصر هي امي نلها هو دمي. ايوه كملي. اي خلاص ما نكمل، مش نكمل. تحب نلعب جوله فوكس؟ هتكسبيني دي واحده عندك 600 وايه؟ عادي عادي، 600 ميح، 600 الزمن، 600 زفي كذوكم شريتهم انا. 600 شيء كذابه. ايوه انا كذابه معروفه، انا اسمي ايه؟ يا نهار اسود يا له. انت المفروض تحكميني بقى وكده؟ لا ما نحكمكش، انا ما نحكمكش. فوكس عادي، نسلك سؤاله. اساليني سؤاله. قديش عمرك كان؟ كم تعطيني؟ نعطيك 20؟ لا اكثر شويه. ده عندنا 8 والنيتة، شدوا التكلة يوق. 25، 26، 23، 22. ما شاء الله. أما لو مرتبط أنت في عز شبابك، مرتبط أكيد ولا؟ والله بصي إيدي فاضية، عاطل. أيوة إذا إيدك فاضية، حتى أنا إيدي فاضية وربي يعلم بكم مرتبط. وربي يعلم وبغيتي يعلم بكم انسان مرتبطة بيه. حتى اني نحبك يا اتمي، حتى نعم بحبك، حتى اني نحبك يا ميوت يا معاعجة اكهو نحين الميوت وخيتي. ربي سيد ربي مش هساسو. بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ ما عليك علي. ما فهمتش، ما فهمتش ولا كلمة. ومش ناوي ترطر؟ ترطر؟ اي ترطبت ان شاء الله ممكن قريب. ان شاء الله ان شاء الله انت ترطر وانا ننطر، كلنا ننطر مع بعض ان شاء الله يا رب. اللهم اللهم طرطرنا يا رب. اللهم طرطرنا اكثر. عايزين ورد يا شباب، ورد ورد عشان نتطهر. شدوا حبيبي شدوا، يجعل ما يشد حدا غيركم. ما شاء الله اللوك بتاعك تحسوا ما نقدرش نقول هيك بالفرنسي، المشكلة عندكم سبب ثم بالفرنسي. لوكك اللوك بتاعك نقول هيك بالفرنسي والترجمة شو نقول لهم؟ يعني اللوك بتاعك يعني كيفاش البنات؟ اللوك ال نقولها لك بالفرنسي عادي؟ اوكي لا ولا بالعربي. ما فيش لهيها بالعربي، شو اسمه؟ لوكك ليه مش نادر؟ مميز، مميز، ثانك يو. فهمت؟ يعني انت من وين انت بالضبط؟ من القاهرة. من القاهرة، ايوه ايوه. وانت موديل؟ ان بيقولوا نص نص. شو انت ليهو ليهو؟ ايه؟ يعني نص نص يعني ايه يعني؟ ما مش فهمتك انا، فهمني. ايوه. تهزز البنات، شالوه طفل مش عندي. هني وجهي مبروك، لا ما شاء الله مبروك، والله. والله. يا مرحبا يا مرحبا. هلا والله هلا والله. ما بدي يسكت بقوش ابو مصر انت. ما سمعتوش بيقول ايه؟ قصد مك، شوف حوايج، شوف حوايج، بشوف حوايج، بشوف شوف. ايه رايك؟ بصي حط هنا كمان بس الشعر طول، فاهمة؟ كده ما شاء الله يعني، ما شاء الله ربي يخلي لك حوايج بك يتربوا في عزك ان شاء الله. ما شاء الله عزك. انت ما كنتش تعمل 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 يعني ملك جمال مصر؟ للدرجه دي؟ ايوه ان شاء الله بيك انت ما شاء الله عليك. ليه ها محمد، محمد يعمل ملك جمال؟ انت تيجي فرد عندي صديقي محمد البيست فريند بتاعي مصري من القاهره. من القاهره؟ ايوه مقهور عشان هو فاهم علي. ده بيست فريندي، بيست فريندي يعني. انا هضيفك ضفيني. يا لهوي يا لهوي، حيضفني يا بنات يا خراشي. انت ليش مسمي نفسك فوكس يعني؟ توكس. عشان انا ثعلب. انت ثعلب وانا الافعى. انا ثعلب يا بنت، ركزي. ركزي. انا ثعلب وانا سيدي ذكر. عندك سنابة؟ عندي سنابة.
كان بيودي صراحة ما فهمتوش سناب، على قد ما حبيت نفهم وما فهمتوش، ما فهمتش كيفاش الناس تتعامل معاه. سناب؟ أيوة، بس عندي انستغرام اسمه رقت عيني شوقا، انستغرام إذا تحب تضيفني ضيفني. اسمك رقت عيني شوقا؟ أيوة. علاش تضحك يا سامحني؟ مش عارف. عمرك ما شفت إنسانة رقت عينيها شوقا؟ لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام ولوجه الله الكريم، شبيك أنت؟ أنا دماغي دايما بتروح فوق كده. أنت دماغ منو؟ يعطيك بخدة إن شاء الله فوق، اصلع مخك لازم لفاج أنت، والله دماغي شمال للأسف. المصطفى الصافي وصلى عليه الله. يا حسفته على هذا الجيل، انظروا كيف يغنون أغاني دينية هذا الجيل، انظروا. أنت كم سنة؟ حسن فوكس. أنا حروح. أوكي، قبل ما تروحي أنت كم سنة؟ أنا أكبر منك 25 سنة. مواليد كم؟ 99. أنا أكبر منك. كيفاش ما فهم شنو يعني دي بوم يعني؟ ومش فاهمة، عمره 23 وعمرنا من 99، أنا 25. أنت ما تعرفش تحسب يا زكي، يا ما شاء الله عليك. أنا عمري 25 سنة يابا، ما شاء الله بين علي شعرك واخو مصعب ذكائك أنت. وأنا 26. والله والله. اه مش باين عليا؟ لا مش باين عليك. بجد؟ والله بجد والله. أنا مواليد 97. ما شاء الله عليك، أوكي. إذا أنت مواليد 97 فأنت يعني تعتبر من جيل الفيسبوك، اسمي في الفيسبوك الطاهرة دائما. يلا باي. معاش. الله العظيم. ربي يعيشك يعيشك يا حرير، يعيشك حرير كريم. السلام عليكم. اضحك يا كريم، مش بيكسم اللي عليك، شحوالك لباسة؟ لا كنت بنفذ احكام والله. ايش هذا الحكم؟ معجون سنان. معجون سنان؟ ايش بيك كيوت معجون سنان بتاعكم؟ من وين يا كريم؟ ما كانش فيه، من مصر. وانت عايز تنفس حكم مرة تانية يعني؟ يا شمري ارحم العبي يا ربي. اختاني كان ما عجبتنيش، معاش. نحب الناس اللي ترحب بيها بالهلال، وش هذا الاسلوب؟ اجل انت، وش هذا؟ رحب بيها هلا والله بطويلة العمر، هلا نقول لك هلا والله بقصير العمر، ارحب بيها المطنوخة، حيك حي بنت وزير الطبيعة، وش هذا؟ نسمع عجة. اقبل انت، اقبل ولا فك عليا. جو مصر والله الكسب اليوم هذا. شكون هذا اللي رفضت طفل؟ يعطيني قصة في صبع، يعطيني قصة شعره محليه يا شيخ. شو عشانه عليه هكا رفضته؟ عليه رفضته؟ عليه رفضته هكا؟ والله شعره محلي، مش مكتوب، الله غالب، مش كاتب لنا، مش كاتب لنا. يا ربي سيدي. احمد ام معيذ، توفيق، ابو يوسف الجبوري، احمد العكوري، ادم صرصوره، عملت موفون، عزه، عامر الكاكاوني، وسيم اب. ما عجبونيش، رفرش. يلا جون لايف. شكون هذا؟ منو هذا؟ ليش حرمتنا؟ والله اسفه والله يا عبير، سامحوني سامحوني. الو، هاي جون لايف. الو، هاي، هاو ار يو؟ اه اتس جود. ار يو كوري؟ يو فروم كوريا؟ اه ساس كوريا. اها، I know you. I am big fan for you. Huh? I am big fan. Me. I watch your live. When you open live, I watch your live. I'm big fan. I love your board, Gergis. Where are you from?
I'm from Tunisia. I'm from Tunisia. نسكن في تونس. تونسي. Yes. Tunisia, yes. I am not good at English. Please again say English. بربي عاودها بربي. English again. Say again. Slow. اوكي انا بروجريس هتنترجم لك اش عندي نعمل ايه اش عندي نعمل ويت لنولي اني قلبي يولي مشوه فالو ثانك يو ايفري وان فالو ثانك يو احلى ترجمه الاحلى جون جورجس جوجل جوجل ويت استنيني صبرك عليا ويت أنا أدعى إيا من تونس الخضراء وأنت من كوريا، كم عمرك؟ هل تستطيع أن تقول لي كم عمرك لو سمحت؟ وهل أنت مر أو لست مر؟ ما حبش يترجم. لسن جن يو هاو أولد آر يو؟ How old are you? 32. Ah, you have girlfriend? you have my love. I love you. Girlfriend, I love you, my love. Ah, my face. No. You have, this is girl, okay? This is girl. My girlfriend, I love you. You have girlfriend? Ah, no. Ah, nice. Yes. Oh no. See you, Olivia. See you. منو اسيل يا خروفة ارجع الى هنا يا معاه speak English ورسمتي نغلط اسيل ارجع English okay my friend me are you good at English yes خيتي وحنا جينا وكل انجليسي هو يخيتي راي عزول راي yes I am good for English yes I speak English very good, very well. Chazu, transform. شفتو كيوتي. Chazu, help me. Chazu, help me. كوني سيعدو أمالي ترجم له. Wait. Okay. Take your time. خذ راحتك. Make my mother transform. بنت تعجبني. هاي تمنش بربي اللي هو عجبني طا. أول مرة نتخافن على كوري. من إنجليزي متاعو مختو اللي قال لي إنجليزي. أوكي. I know. Thank you. Gracias. No gracias. Arabic. شكراً. Yes. Arab. Shukran, that means thank you. Shukran. Shukran. Yes. Okay. Oh. Everyone, thank you. okay. Muzun marinci algesso. Muzun marinci. I know. I know. حتى أنا زاد I know يا غالي. مش كنت ما يعرفش يحكي عربي. عرب، أوكي عرب. بديم وين؟ واو. 9 ونات حبيبي التكلة يوقف تكلة. Big score. جي شكرا جي ثانك يو غراسيا مكسيكانو.
المكسيك بلد الثانية. يس بنشمت نمبر 1 في 10 بوش اب، بنشمت نمبر 2 30 بوش اب، بنشمت نمبر 3 فولو مي اون انستغرام. ايفرون هيلب مي، ايفرون هيلب مي. قولوا له الاحكام، ترموا له الاحكام، ينفذ لي احكامي، ما كاش راني ندخل في عند اكتئاب. سيم نيم يا ناسيا. Yes. Okay, my friend. See you next time. Okay, yeah. Okay. Follow. Okay, follow. من من عندي قبل العندي. يلا باي. Bye bye. نهزهز. بوشة. لا إذا كنت بوشة بوشة. والله صورته. بليش يكون عنده حساب محمد. جي شو. بنت ولد ولا بنجي؟ جي بوي ورا جيرل، بيكوز وان بوي جيف مي كيس اي دونت دو نو جاست جيرلز جيرلز. وش هذا مدى براطيم؟ انا من الصبح هكا عامله يا شومي، هاي كعبه البرطوم. ها ما درستي الجميله رائعة وجذابة، معلمتي جميلة رائعة وجذابة، علم بلادي ورفرف في السماء. نعم هز وهزهزتني كل سنة مرة حرام، تنسيني بالمرة حرام، تنسيني بالمرة مرة 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 فقر منه. خلينا ننزل له يربح. اوكي مرحبا جوزيف. الو مرحبا، شو الاخبار؟ لباس شو يعني لباس؟ يعني شيء منيح؟ لباس يعني بخير يعني. اوكي اي والله تمام، كله جود. انت كيف؟ كله تمام والله الحمد لله. عايشك من وين جوزيف؟ من لبنان. صح من لبنان. حضرتك تونس الجزائر؟ من تونس. تشرفنا فيك. يعيشك. اول تشرفنا. اي والله ما نلعب أحكام. أنا ما بعمل أحكام وهالأخبار. أنا خليني خبرك على نفسي، أنا إنسانة خفيفة الدم ونحب نضحك مع الناس. هل أنت أسلوبك بتاع الضحك ولا لي؟ إيه أنا ضد أنه طالما ضمن الاحترام. إيه أكيد ولا مشكلة. طالما ضمن الاحترام. كم عمرك جوزيف؟ 28. 28 ما شاء الله. إيه والله. هلو وعليكم السلام. استنت المعاجب تعوضني يجي كوتا وتحصرت معاه عشان تعوض ميادي. مرو السلام عليكم. جوزيف في لبنان؟ انا لا مش بلبنان حاليا، اهلي بلبنان، انا بنيجيريا. نيجيريا؟ تشتغل في نيجيريا ولا تدرس؟ صحيح. ربي ان شاء الله ربي. شو صحيح تدرس ولا تشتغل؟ صحيح. شو الصحيح؟ تدرس ولا تشتغل؟ بشتغل. ربي معاك. اوريدي خلصت علي من زمان. وانا امنيتي نمشي نيجيريا، نحسها بلد كذا محلاها. والله انت لانه اسمك الكوبرا في منك كثير هون اصلا، يعني بتنبسطي هون. مش هيدا يعني. يعني في كثير افاعي. مزبوط مع نيجيريا يعني. يا اخواتي بعد نمشي تو لاخواتي يعني تو هسه. اي والله. طب وش الشيء اللي جربك في نيجيريا؟ والله ولا شيء ولا اي شيء، بس ثابت يعني كنت مخرج بعدني من الجامعه وصارت لي فرصه عمل هون بنيجيريا. فلهيك هي يعني مش انه انا نقيت، يعني كان في عندي كثير اختيارات وانا نقيت نيجيريا، لا هيك ثابت. هم نقوك يعني لنيجيريا مو انت نقيت نيجيريا؟ لا هن نقوني. هم نقوه يا جماعه. هيك انا كنت اطلع. لا يا زلمه. اي والله كبرى ما نسألك سؤال. انتوا عندكم بتونس هل في مشكلة اذا تزوجتوا من غير دين ولا لا؟ يعني ممكن تزوج من غير اديان ولا لا؟ لازم الواحد يضل على دينه ويتزوج من دينه. لازم مسلم. بالنسبة للدين تحب نحكيه، بالنسبة للاسلام نحن يعني بنت يعني مش عادي انها تاخد رجال مسيحي او غير دين، لازم يكون مسلم. ولكن الرجال بياخو يعني مسلم بياخو بنت غير مسلم عادي، هذا بالنسبة للدين. أما صراحة القانون ما نعرفش بالضبط في القانون. أي لازم ورقة. أوكي.
طب وبالنسبة لزواج الرجال، في عندك أشخاص بيتزوجوا أكثر من أنثى ولا لا؟ يعني في بحق له بأربعة ولا لا؟ ولا عندكم بتونس مش كثير هيدي واردة؟ إليسا ما مش راحت. كتير، هذه ممنوعة قانونيا. قانونيا ممنوعة. ايه ممنوع قانونيا التعدد. أوف، منعوها يعني؟ ايوه من زمان، مش من تو، من اول ما نعرف انا بلادي. والله بس بحق لهم هن يعني هيك شيء، انه هذا مش بالشرع محلل، كيف هو بحق له قانونيا انه يمنع شيء هيك منزل؟ والله صراحة فما أشياء نحن في القانون بتاعنا تمشي أحكام الدين، فما أشياء يعني أشياء واخذينها من الدين وأحكام مش واخذينها بالدين، فهمت؟ فما نحبش نتعمق فيه الشيء هذا يعني برشا. اوكي. طيب كوبرا، هل ممكن انت تتزوج حدا اصغر منك؟ عادي عادي. اوكي خديجة، ما عندك مشكلة، ما بتقولي انه اذا اصغر مني يعني ممكن يكون مش ناضج ولا كذا ولا هيك، عادي. عادي عادي جدا عادي. العمر مجرد رقم. والله في تونس عندنا فصل الدين عن القانون. عم بيقولوا لي انه الدين مفصول عن القانون. اوكي، فيري نايس. ايه فهمت عليكم، والله كثير حلو هيك عن جد، يعني انه وبعرف كمان انه بتونس بيحترموا كثير يعني المرأة، يعني في حقوق حتى الرجل، يعني اي شيء بيصير معك فيك انت تحصل حقك قانونيا دغري. تعرف ان المرأة مظبوط. القانونية يعني في القوانين حتى يعني تتمتع بحقوق احسن حتى من المرأة الأوروبية. والله اي اوف، والله عندنا قانون ما شاء الله قوي، وغير انه قانون المرأة احنا قانوننا كتونس يعني قوي برشا، يعني قوي قوي يعني حقك ما يضيعش، فاهم؟ ايه والله عم بتقول لي ريتا، العمر مجرد رقم. صحيح، في كتير اشخاص هيك بيقولوا العمر مجرد رقم، الرجل بيتمنى ياخذ نص قوانين المرأة اللي عندنا. ايه والله في كتير، حلو حلو هيك حماية حقوق المرأة، والله إيه صح، جميل. هو حماية حقوق المرأة، ولكن يعني بالمقابل مش إهانة الرجل، راهو الرجل رجل اكزاكتلي صح، يعني معلش القانون والله كله. يتزوج. إيه عم بتقول لي راش انه قانونيا المرأة في تونس عندها الحق تتزوج من غير دينها. والله العظيم صراحة ما نعرفش، ما نعرفش، طب ما اعملي لنا نحبش حاجة ما اتصالاتك، نعرفش. اعملي لنا اتصالاتك حتى انا. علاه تحب تتزوج انت تونسية؟ انا ما عندي مشكل بالاديان، او ما لو عندي مشكل بالبلد رح فهمي، لان التعدد ممنوع بتونس لانه اتباع السياسة تنظيم نسل. نكلم صاحبتي ليه المصرية طبعا، مثلا ما نكلمها اتزوج راح كفر؟ يشوفك صديقتي. انا مرتبط، شو صديقتي؟ لا مش صح، لازم الشهادة من المفتي انه مسلم. اوكي، ايه زوجة صديقتي حبيبي، شكرا لكم والله ما قصرتوش. نعم كبرى، جوزيف شرفت اتشرفت فيك، فيك. وانا كمان يا كبرى، انا كمان، باي ثانك يو، باي. باي. نقولها صاحبتي محامي وتقول لي ابتهال، ابتهال كاتبة محامي، انا وصلت معك المحامي، نقول لك محامي، ابتهال كاتبة محامي، كيفاش تحب انت كاتبة محامي ترد محامي؟ بالله فهمني يا لم، بالله اعتبرني بقرة بهيمة وفهمني، احكي معاي جاوبني، ابتهال قتلي، ابتهال. عجب تعوضني كورة، ونحن في تونس كاتب محامي محامي، والفرملية طبيبة عادي جدا، مش فرملية، يقولك طبيبة، هاي طبيبة بنت، هي شو طبيبة فرملية، رد بيك تقول فرملية. ايوه يا كبر، ايوه، اد 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 نجيب رباعي، عندي رباعي لذيذ اجيبه، عندي رباعي لذيذ اجيبه، في رباعي بص اجيب، عندي رباعي لذيذ بيبعت لي، اعطيني اسامي اهم. على طول يا فرح يا جاكسون، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ كبرى هاي، كل هاي فل. هاي فرح، هاي يا جاكسون، اعرفكم كوبرا صديقة عندي من تونس، تونسية بس ايه بقى، بصوا عسل عسل، ايوه بصوا هتحبوها قوي. كوبرا بقول لك ايه، مراتي هي يعني، كبرى عرفيهم قصة حبنا يعني ابتدت ازاي وكده يعني. ايوه ده تروي جرى ورايا عشان ياخد رقمي ويموت ويتجوزني، بس انا مش عطيتوش. لا لا مش القصة دي يا كبرى، في قصة تانية، في قصة احلى، هي دي القصة، مش هي دي القصة، لا مش القصة دي، في قصة احلى من دي.
التكبيس فينا يا رجاله؟ ايه ده، فين انتوا فين؟ بتنفذوا احكام بقى انت ومراتك ولا مش بتنفذوا؟ لا لا بننفذ بننفذ. انت مش شايف انا حكيم اصلا تلبس شراب في دماغها؟ ماشي يا ظابط شرطه. اوكي يا بابا، بابا جاكسون هو ما يحكيش. بابا جاكسون بيس؟ يا انا عايز انزل اسكت كده. طب اتحداك يا فرح. مش حد اتحدى. هي عايزه تعمل كده، عايزه كده ينزل لها سكور حكم. اتحداكي على كام حكم؟ جبتي اخدتك بيه. هقول لك حاجه، لو نزل لك يعني لو عرفتي تحكميني الجوله دي وفعلا عملتي كده وحكمتيني. بابا جاكسون هو انت ملبوس؟ بابا جاكسون هو انت ما تحكيش؟ ما تحكيش. ايوه خد ميوت بقى، اعطاني ميوت. تروح ايه ده؟ مالك يا بابا؟ ولا كوبرا ما مراتي عامل مراتي. بقول لك ايه، قول لها مراتي. بيقول لك ايه الواد ده، انا مش كنتش مركز. ابلعي ميوت، نشوف اكسبلور وانا مع البنات ويهفل. ورد 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 يلا ورد. قال لك ابلعي ميوت، ده انا هنفخه. بقول لك ايه كوبرا، احكمه لك. ليش شدهولي بالكشوشه بتاعه؟ انت تحكميه وانا احكم فرح. ما تخافيش ما تخافيش، سيبيها عليا. ما تتعصبيش، ما تقلقيش، ما تقلقيش كبرى. لا استني استني، انا لما بلبس النضاره، لما بلبس النضاره بحكم. استني البس لك النضاره. بابا جاكسون من سوق الجمعه. فرح انا ادفع حبيبي، باخد تفلتي يا تفلتي. استني ايه القفاز الجميل ده؟ العب على القفاز. انا بلبس النضاره بحكم على طول، بلبس النضاره بحكم على طول. على هادي يا رجال، على هادي على هادي على هادي على هادي. مستعدين روميسا؟ العب يا روميسا، العب 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 العب. مستعدين روميسا؟ ايه الولد ده تحكم عليه 50 جلده من جلد قدامي، يحب يشوف مجنون. عينيا عينيا، خدي انت فرح. يلا فرح هقتلك امنيتك وهتتحكمي اهو، وانا هاخد جاكسون. اي خدمه يا فرح، قلت لي عايز تتحكمي وانا هقتلك الامنيه بتاعتك. ايوه يا رومس يا رجاله، كل الكومنتات رومس قلوب، كل الكومنتات رومس قلوب. اي 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 بس مخطط الضغط لحاك يا الوقت لحاك والله. يا تروي يا أخ، يا تروي ايه فرحانة بروحك انت؟ مش انت غيران عليا؟ قولي الحقيقة. غيرانة من فرح يعني عليك انت؟ اه صح؟ ترى عليه لا. ايوه انت اخر كام ثانيه اتكلمنا فيهم دول يا فرح؟ يعني ثواني دي نمحيهم من الذاكره. نمحي الثواني، نمحيهم من الذاكره خالص. بس كوبرا قولي لي ما شاء الله سر يعني معاك قفاسي ويا بابلو قفاز عليهم، ما نزل لهم سكور ده. سكورهم كله ما كملش قلب ب 100 اصلا. بيتنفس ايه ده ولا ايه؟ كوبرا قولي لي ما شاء الله يعني ايه سر تألقك النهارده كده؟ ما شاء الله الشراب الازرق جميل على دماغك. كمل ساعة الجولة دي سلامتك. سحابة ليه؟ حرام علينا. جدع يا جدع يا جدع، بص رمى قفاز فهمان، بص عشان قاعدة رمى قفاز كمان. نهدى 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 خالص، مش مستاهلة لحد ما تشوف الدنيا ماشية. حرام كفاية، ليه كل ده؟ ليه 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 كل ده؟ ليه ليه ليه؟ ما عندهمش حاجة يا بنتي، خلاص حرام. هدي هدي كفاية، ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ حرام كفاية رومس، كفاية حرام كفاية. اذكرني ده. ماما علي ترى ماما فاطمة غديرة عقيلة أحمد مكب مشرف. ثانية أشكر الناس اللي عندي بس يا رومسة، شكرا 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 شكرا. خدنا قفاز ماشي، سارة حبايب قلبي، كل الناس
مكبسين شهرين. انت فرحان بدولة واحدة؟ انا رح اروح. انا هتعمل ايه؟ رايحين فين؟ في احكام هنا؟ ما انا مش عايز احكم. انا فرح. انت احكم بابا جاكسون مثل ما قلت. ازاي انا احكم؟ احكم حد؟ احكم الواحد ازاي؟ ما ينفعش احكم. قستة الزمن هذي الله ما يشدك. بابا جاكسون وحدك اتنقل لك، يعني اتنقل لك نغطس بك يا معاعش. تعرفنيش اني شكون؟ راني بنت وزير الطبيعة في تونس، نبرقها والرعد عليك راني. هي بابا كيش انا عمل عملية، ربي يفرج عليه ان شاء الله ويفرج علينا كل، وان شاء الله يقوم لبيه سين مغانم. سيبني عادة معاج هذا. اه اللطف هو جاي والبركة طارت. اللطف يا ربي هو جاي حل لايف والبركة طارت. ها وين القستات؟ وين القستات؟ ما عادش شايفة قستات انا. معاج متعوضني. عقيد هلا والله، شلونك؟ والله الحمد لله لوني ازرق. واخبارك؟ الله يسلمك بعد قلبي. تعرف صار ايش قد ادور عليك؟ ده شو مدور علي انا؟ اسبوع كامل ادور عليك. وعليش تدور علي؟ والله ما عملت شيء. لا ما عملت شيء، بس قالوا انه نريد نطلع ويا هاي البنت ترند، واختارتني الشركه اطلع معك ترند. انا وانت نطلع ترند؟ ترند ايش؟ نعم. شو يعني؟ وش الموضوع؟ نعم، بس اسالك كم سؤال وتجاوبيني بصراحه. اوكي تمام، بس هدي حالك، اسحبي نفس عميق. بارك الله بيك، عندي شربو. تمام. عقيد لا اسالني 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 بالله. قص الاغاني عقيد، مش اسمع فيك عقيد. الاغاني لو عندك اغاني قص، مش اسمع فيك. طف الصوت طف الصوت طف الصوت، فرحكم. ايوه انت متزوجه؟ انت متزوجه؟ احنا دخلنا في الترند ده. ايوه. لا انا مش متزوجه. تمام، اذا يتقدم لك رجل من العراق ورجل غني وتقدم لك على سنة الله ورسوله، اهلك بيرضوا ولا ما بيرضوا؟ ليه ما بيرضوا؟ ما بيرضوا؟ عرفتها. شو قلت لكم ما بيرضوا؟ ما بيرضوا والله ما بيرضوا. يلا حبايب ما يرضون. عقد الزمن. اخي بجاه ربي نحب نفهم حاجه، اهل العراق كلكم عندكم هالموهبه هذه نتاع الحواجب؟ ربي سيدي صبرني. ما يرضون ما بيرضوا ما بيرضوا حلها. ما يرضون ما يرضون ان شاء الله. لاحظت شيء. سؤال ثاني. خليني احكي لك. تفضلي. ما شاء الله والله. اوكي هو السؤال الثاني تفضل. بس شلون اوصلها لك باللغه اللي لغه العراق؟ يعني انت شطوره ولا بارده فاهيه؟ جلاسير. شو؟ جلاسير. شفت الثلج؟ انا ابرد منه. بارده. يعني انت يعني انت بارده؟ انا بارده. سمعتوا؟ صور يا مشرف. اقعد انت وحواجبك غاش، اقعد انت وحواجبك. والله اقسم بالله ضربتي نخريني طيرني معاه. ايش شومي؟ ما
باي العظيم لغة حني حني. مين يا كاظم؟ السلام ورحمة الله. ربي يوفقك إن شاء الله وربي يحفظك وربي يعينك. ياك هو ربي يعينك أخوي ربي يعينك. تخدم أنت تخنق وقعد نتفرج أني عليك. ربي يعين الرجال. فيلسوفي أستاذ الجميل كيف حالك يا فلسفوس الزمن؟ أهلا يا صديقتي الجميلة. أستاذي أنني اشتقت إليك كيف حالك؟ شكرا لك. أتمنى لك ليلة سعيدة. ليلة سعيدة؟ عليه شنو باش تعمل باش تحرق؟ أنا الآن فرحان لقد أرسلوا لي أسدا. مبروكا مبروكا. أيوة مبروكا إن شاء الله من أسد. افتح الجولة واحتمال يأتي مرة ثانية أسد. افتح الجولة تكلي وقت. وهل يعني هل هو رسل إليك الأسد لأنك فيلسوف ما شاء الله عليك؟ لا 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 لا, لا. بسبب صديق. ما شاء الله أنت تبكي ليش حاطط نظر؟ فيها سر. دعني أقول لك شيئا. شو اليوم احنا انا وانت لابسين نفس اللون؟ ايوه. سبحان الله سبحان الله. شو السر في هذا؟ ما فيش سر يا فلسفتي. وخليك حدك حد المسقي عايش تبيش تعوش. ما فيش سر. طيب. ما فيش ولا بيقولون لا ما بيقولوش. يلا تفضل. يلا سمعنا صوتك. والله صوتك يمكن حلوة. سمعنا صوتك. صوتي أنا؟ أيوة. أنا عندي نعرف نغني راب. تعرف هذا الشيء؟ طبعا. تحب نسمعك راب؟ يلا سمعك راب عن الفلسفة. وش رايك؟ والله حلوة. أي شيء منك حلوة. أحم بقرة تستحم. هذه احم. احنا في تونس نقولوا احم احم بقره تستحم. خف الدم تونسي. يسعد دينك والله خفه الدم حلو. يا 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 ماذا فاشن. اها انا بالي يا فلسفة الزمن لمعاش قال وشو فيلسوفه شو ميهن قال وشو فيلسوفه شو ميهن قال وشو فيلسوفه شو ميهن. فيلسوف الزمن قاعد يعج علينا في اللايف كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. حبك يزيد حبة 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 حبة. أخناطون أفلاطون شرقاشون بركانون بكانون تكابون شرقزون تكن. فلسفتي جميلة فلسفتي جميلة. فلسفني صباحا مساء عشية قيلة. أكهو أكهو يزي حلو. انتهت الكلمات انتهت. حلو حلو. يسلم إيديكي يعيشك. طيب ايوه شكرا. هل أنت تطبخين في البيت يا ست؟ يا ستي يا ختيارة يا زينة. هل أنت تطبخين في البيت؟ نعم نعم طبعا. طيب ليش نقول نروع عنا؟ طيب كل كم يوم تذهبين خارج البيت للعشاء أو تأكلين خارج البيت؟ كل كم يوم؟ يعني دايت أروح دايت. مو دايت مش دايت يعني تأكلين خارج المنزل. نعم أكل أنا كل يوم في البلكونة خارج المنزل. يسعد دينك حلو. لا مش أكل البيت يعني أكل خارج يعني في المطعم. في المطعم مطعم الزمن. ليش أنا فلوسي مرقيت ونحطها في المطعم؟ شبيك يا حاج شبيك أنت فيلسوف من المفروض كده تفكر يعني. أنا يعني مش معقول يعني ما تأكلين بالمطعم؟ عمري ما أكلت في مطعم. والله نعم انا فلوسي نحطها في مشاريع. تفيدني هذا البنت برا عايش خويا برا بعدني شبيه هذا قال له تفيدني هذا البنت. شو فيلسوفة مثلك والله. في بنت اقسم بالله تعمل في شعر والله تخرج عليك اقسم وبعدني يختاني. تخيل يعني انا استغفر الله العظيم والله حتى في التخيل ما تجيش
والله العظيم حتى في التخيل فلسفتي ما تجيش، ما تجيبش نتخيل، مش نتخيل لا قدر الله، ما تجيش ما تجيش اللي ياكل كسوس بكلوش. وزيد انت عندك تفيدني هذه البنت، انا ما عندي شرايه فلسفه الزمن بكش، ما عندي شرايه، انا عندي ران نقول لك ليه ليه والف ليه صباحا مساء ويوم الاحد. صبيه هاي شو معنى صبيه؟ صبيه طبعا صبيه ونص سنه، مو صبيه عصبيه عصبيه. اه ليه انا مش عصبيه انت ايه؟ ما اقدر اتفاهم معاه. لا اهدأ شويه انت، وهي حاول أن تتعلميها أن تهدأ. إيه جد أنا عصبية؟ مش عصبية نرى، أنا مش طيب. عصبية أبداً. طيب انطيني أحلى يوم في حياتك. يوم ما تنسينه. يوم ما انساه؟ ايوه، يوم كانت حلوة وما تنسيها طوال حياتك. يوم اللي اخذت البكالوريا، يوم ولادتي، يوم اللي اخذت بكالوريا. والله جد نحكي معاه عجبكش ذاته؟ والله العظيم يوم اللي اخذت البكالوريا انا الفرحة مش سيعتني، اكثر يوم فرحت فيه في حياتي. نعطيك اكثر يوم حزنت فيه في حياتي، يوم اللي طلعت معاك. من نهار طلعت معاك وين حياتي التالي؟ حبيبتي فطومة غدير ريم وعقيلة نوتي سليم ظافر العبدين، شكرا مكبسين، شكرا مشايرين، شكرا الحكم الأول. تورجينا الجنة ذي الريقد اللي عندك غادي توريهونا طو. استنى سخر الدم فسر نتنفس، استنى حب نتنفس. الحكم الثاني، دخلت عليك للبث قبل ما أفتح أنا بثا، ففجأة لقيتك مع الشابين وأنت فارش فارش وسادة في في القاعة ونائم. هل أنت ضبعت؟ حلو. لماذا؟ شوفي شوفي، هذا راح تكلمي لك عن هذا، هذا الحكم، هاي الحكم الثالث راح أفسر لك عن هذا. شوفي أنت وأنا وكل شخص في العالم يجب عليه كل شهر يعيش يأخذ معه فراش وبطانية، يعيش أو ينام، ينام في الجبال في الغابة في الصحراء في مكان يكون مظلم ومخيف. نعم. ليش؟ عليش؟ ليش؟ على عجل لحتى ما بعرف. أنا بعرف، أنا فيلسوف، أنا العالم، أنا المفكر، أنا حمقاء وبقراء وبهيماء، أنت هو العلم والعلم عندك أنت. أعطينا أخوي بجاه ربي نورنا، نورنا سعد دينك، نورنا تفضل. شوفي يعني شوف، الإنسان لما ينام في بيته 24 ساعة حمام مطبخ فراش كل شيء متوفر، ما راح يشكر ربه ولا يشكر نفسه على هذه النعمة، ما راح يشعر به. بس لما كل شهر أو بين شهرين يأخذ فراشه ويذهب إلى الجبال أو إلى البحار أو إلى الغابات ينام، ويشعر بالخوف، بالخوف من العقرب، من حياية، من فباذع، من كلاب، من أي حيوان مفترس أو من شخص، يشعر لا يستطيع النوم بسبب الخوف. اسمعي اسمعي، لا يستطيع النوم في تلك الليلة بسبب الخوف، وعندما يستيقظ في الصباح ما في حمام، ما في تواليت، ما في مطبخ، ما في ماء، أين يذهب؟ راح يكون يومه مزعج، صح؟ صح. راح يعاني. نعم. وإذا كان ليلتان أو ليلتين راح يكون الموضوع أصعب، وإذا كان ثلاثة أيام راح يكون أصعب بعد. لما يجي على بيته، يرجع لبيته في يوم الثالث أو الرابع، ينام تحت السقف
في مكان غرفة النوم جميل، وهناك حمام نظيف، مطبخ نظيف، أكيد راح يقبل، راح يقبل الأرض قطعة قطعة، شبر شبر. هل فعلت هذا من قبل؟ ليه صراحة، ولكن بعد وجهة النظر متاعك هذه شجعتني حتى نعمل هذا من قبل. نحب نهز ويستي ونهز فرشي ونمشي للجبل، نشق الربع في الجبل غادي ونرقد، نقول يا ربي، نقوم بصباح نقول يا ربي فمش حمام، يا ربي فمش تواليت، يا ربي يا ربي، نقعد ندعيك يا إله. يعني جد وجهة فهمت راو كلامك، والله فهمت. بس لحظة، هذا الرجل العظيم، ايوه فلسوف، خليني نجيب اصدقاء نحبك تنفخلهم راسهم زي ما فخت لي راسي، خاطر انا فخت لي راسي وضبوطي انت ما بعضهم الزو. استنى بس، استنى، تعرف تحكي انجليزي؟ نو no. اه خساره، حبيت واحد صديقي عامل عمليه وخشم منفوخ، حبيتك تفشهول. انت تعرفين انجليزي؟ انجليزي عرفت انجليزي وعرفت، ولا احكي معي شويه بالله، خلي اتعلم منك. هلو هاو ار يو. Thank you. Thank you. والله والله علمني علمني شوي علمني والله. Okay. لما يجيك شخص يقول لك What's your name؟ يعني وش اسمك؟ وش تقول له؟ فلسفتي. حلو. نعوده. What's your name؟ فلسفتي. How old are you؟ يعني كم عمرك؟ قل لي كم عمرك؟ How old are you؟ How old are you؟ 40 عام. كيف أقول؟ 40-62. 40-62؟ Yes, 60-62, 40-62, 40 عام. أنا طول 40-62؟ Yes, نعاود نجي نقول لك، نقول لك أنا How old are you؟ وش تجاوبني؟ How old are you؟ 40-62؟ Yes, 120-69، يعني أنا 25، 20-69. أرقام شوية مزعجة، أرقام مزعجة. عن بلدك، احكي لي أي بلد، من أي بلد مثلاً؟ Where are you from؟ نقول لك أنا وين تسكن؟ وين ار يو فروم؟ يس، انت تقول لي اي ام فروم ايراك. اي ام فروم ايراك. يس يس، فيري جود فيري جود فيري، ثانك يو. ثانك يو ثانك يو. ار يو ماريد؟ ناس لك نقول لك انا انت متزوج، قول لي نو ايم نوت ماريد. اي نو ماريد؟ يو نو ماريد؟ قول لي قول لي. ار يو ماريد؟ ار يو ماريد؟ ار يو ماريد؟ ار يو ماريد؟ نو I am not married. I am not married. Not married. فلسفة، استنى، هذه صديقتي اسمعني، نحبك تسوي فيها فلسفي مو فلسفي. قولي بتمنى تزور، قولي حق من بالي تزور لو حق. هاي عسلمة حبيبتي نور، مرحبا. هذا صديقي فلسفتي، انسان مثقف، هذه الاغاني البشعة لا تحطينها، وانا جبتك حتى يثقفك. يثقفني؟ نعم، إنه أخي. تحدث معه. مساء الخير يا ست نور. مساء الخير أخوي، كيف الحال؟ شكرا لك، كيف جرى يومك؟ والله الحمد لله بخير، وأنت كيف جرى يومك؟ بس لحظة، الشحن عندي خلاص، لحظة لحظة. تقفشني على روحك. اقرأهم يا بنتي، قال لك يمشي قرية لمثه في الجبل. هذا يمن بالطبيعة، يمن بالطبيعة في البروفيل سفنتاي. بالله صاروا طيحت وني راهو يؤمن بها، لكن هم مش مكبر. يمن بالطبيعة. كيف حال البنات؟ والله بخير، كيف حالك أنت؟ نور، كيف جرى يومك وماذا، كم عمرك؟ عادي نسأل كم عمرك ولا مزعج؟ أي عادي، عمري 21 سنة. وأنت؟ حلو، 21 سنة. شو تعلمتي من الحياة؟ تعلمت من الحياة أن لن أعطي ثقتي في الإنسان إن كان ما ولا شك، مش أقولها إن ما كان. حلو، في الإنسان بل تعطيها. حلو، الحيوان. شو أزعج شيء بالنسبة لك في الحياة؟ كذب. حلو، عندنا مقالة تقول
عندنا مقالة تقول النساء تكره الكذب والرجل يكره الخيانة، كلاهما يكرها ما يتقنه جيدا. شو رأيك بهذه المقالة ولا شوية صعبة عليك؟ لا والله صحيحة المقالة هذه. من قالها؟ معلمي. معلم تبعك. أنا معلم وعندي معلم وعندي تلاميذ أيضا. جسها عاد جسني كاني ما هو جسها عاد انت جسني. وين انت وين بتدرس؟ لحظة يا نور، هو أعطاك مقولة بمعنى المرأة ماذا تكره؟ تكره الكذب والخيانة. والرجل شنو يكره؟ يكره ما يكره حتى شيء الرجل. لا 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 ما فهمتي منور، ما فهمتيش. ما بتفهمش، جس فيني يحب يطيحني في النار. ما فهمتي يا منور، انت ما فهمتي. قولي ما ترى ترى عيد لي الحديث اللي كنت الجملة اللي كنت تقول فيها. المرأة تكره الخيانة، عفوا المرأة تكره الكذب. والرجل يكره الخيانة. كلاهما يكرها ما يتقنه جيدا. هي صحيح، الاثنين بيكرهوا الحاجة هذيك. لا ما افتهمتيش. يا ودي نجيب صفر على الفلسفة. فسري رانيا، انت فسري رانيا. مين رانيا؟ ريان ولا ما بعرف اسمك. اي اسمي ريان، اي قلت له اسمي ريان. يا راية، بمعنى انه المرأة تكره يعني المرأة تكره الذي تكرهه، والرجل يحب الذي الضامن الذي تحبه المرأة، فكلاهما يكرهين الشيء الذي يتقنينه. يعني المرأة شوفي، المرأة تكره الكذب ولكن تكذب. المرأة تكره الكذب لكن تكذب. والرجل يكره الخيانة وبيخون. أيوة الرجل يكره الخيانة بس هو يخون. صحيح. حلو. طيب نلعب قولة ولا نبقى هيك؟ خلينا نجيبوا بلي جبنا رابع فرفوشة. عندكش واحد فرفوشة؟ لا عمو جبنا واحد زيك يعني هيك فلسفة، ولا جبنا واحد من عالم الفيزياء. واو طيب بحق جبنا فيلسوف، جبنا فيزيائي. هل نسيتي أنا أحد أعظم الفلاسفة في هذا الزمان، ولن يأتي فيلسوفا آخر إلا بعد 100 سنة بعدي؟ هل نسيتي؟ ما اللي كنت نقرأ فيهم ابن درشكون وأحمد الفيلسوفي، منهم هذوكم شكونهم هذوكم؟ نور الإنسان هذا هو اللي مأكلنا وهو اللي مشربنا وهو اللي معلمنا وهو اللي مطبلنا. الانسان هذا هو الذكي، واحنا كلنا حمارات بقرات ما نفهموش. لا اسمعي، طلعتي معاه درجين من نكرك في روحك. نكرني حل مخك لما ذاكي ذاك، ما تقولوش انت كلمة ذاكي ولا خلي يقول له كيكه كها. يسعد دينك ويسعد دين وطنك ويسعد دين اللي جابتك، واحلى تونس واحلى بنت في العالم العربي والإسلامي والأمازيغ. ميرسي ستري جونتي. والله أنت تفهمين، أنت وصلتي إلى قمة الحقيقة. الفلسفة هذوكم ابن درشكون ابن بطوطة. لا ابن بطوطة بتاعك، وين قريتها ابن بطوطة أنت؟ أخنا أفلاطون. شوفي نور أخلتي يوكي بفيره. نعم وقرات سقراط. مين هو سقراط؟ موجود عندنا سقراط موجود. كيف بتقولي انت معناه انت اقوى فيلسوفي؟ حلو كلامك حلو. هل تعرفي على طول ليه ما فهمش؟ ها هو اكبر فيلسوف ده مصري. استاذ فلسفستي يا نور اخباركم ايه؟ ثانيه واحده كده بس وهرجع لكم هركز معاكم. ليه تعالي لي هنا فيلسوف. ثانيه اصبروا لما الثانيه اتكلم انتوا تسكتوا ثواني. كبرى انا مش ببعت لك، كنت فين؟ انا اسفه والله العظيم كنت باخد قاعده. انت عماله تتكلمي وتقعدي قاعده مع رجاله وسايباني. كنت باخد ولا صوت قاعده مع رجاله وسايباني. وين الرجاله؟ خلينا نروح نشوف فيها رجاله. ايه فيلسوف راجل قد الدنيا. طبعا بس مين الرجاله اخويا؟ مين الرجاله؟ هو ب 100 راجل، هو مش راجل واحد، ده راجل رجاله كتير. هو هل انت لن يجذبك اسم فلسفتي؟ ما هو انا حاسس ان هو عايش جوه المكتبه تقريبا. انت ما عندكش ناس مفقفه هذه داخله معاها مو مثلك انت ناس معاها. بس انا نفسي اشوف عينه عشان انا بقرا العيون، عايز اشوف عينك افهم انت بتفكر فيها. فلسفتي يا
استاذ فلسفتي ممكن تفهمني حاجه؟ يا طيب يا توري ولا الاذن لحظه. توري مين يا ولي؟ ايوه رومس توري. مين اسم تروي؟ ما علموك ادب الحوار في المكتب؟ ما تصرخش. وانت ما علموكيش ادب ادب الطعام بتاكلي وانت بتتكلمي؟ دخلك فيا الجم ميوت. خش دخلك فيك انت الجم ميوت. فلسفتي ليه يا ربي هتقولي انت شيء؟ بدي اقول اسكتي حتى كبروا الجم ميوت. بدي اقول لك شيء. طب خد انت كمان ميوت. انت فلسفتي لو تسمع بسيكو ام حبيبتي يا رومس. تعرف بسيكو ام؟ راح تتعلم الفلسفه ايات. يا فلسفتي انت صمتك استنوا بقى انت فلسفتي صمتك لغتك ولا ايه؟ ورد 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 حبيبي والله العظيم اذا ما يتحلش الدبل بكره غير اسمي فلسفوتتي ونصير فيلسوفه مثل الفيلسوف هذا المعاش ونمشي نرقد في الجبل باش نحس بالوحده ولا الطمانينه. الله الله يا تورو احسنت. ايوه ممكن بقى تتكلم معايا افهم يعني اتكلم معاك شويه نعمل معاك فلسفه يعطيوها ورد اعمل معاك لقاء ولا فلسفه يعطيوها ورد رقيتها بطول وراه يا معلم يعني صمت لغه العظماء بس مش للدرجات يعني فاهم. فلسفتي انت يا نوري تلككه. فلسفتي 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 فليسيف فليسيف. انا اسفه انني دخلتك بين الاحمقاء اسفه والله انه حمر انا اسف انت انا انت شخص يعني وانا ايضا مثلك رقيمه دخلنا بين الاحمق والاخو انا قفاز. يسعد دينك ودين تونس. خدوا قفاز خدوا قفاز بس حاجات عبيطه على الدبل حاجات هبله قوي حاجات هبله على القفاز بس نظبط الدنيا. ايوه 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 بالهم. العب يا رويس خلاص كفايه كده كفايه. ايه كل ده قلبي 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 ركبته مشكور يا كوبرا فلس فلسفتي يا كوبرا ما بيحكي فلسفة سامحني يا اخي تو دخل مع ناس تحكي معاه باسلوب وحده وحده نتكلم وحده 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 نتكلم مش احكي سامحني يا معلم انا نفسي اسمع صوتك انت بتتكلم زينا عايز اسمع صوتك يعني. طيب ايه رايكم حد نكوب بس انا اخذ صندوق موتو. انا اسف انا طيب نبقى هيك نبقى هيك غير واحد يتكلم ويصمت الاخر حتى نستفاد. يا استاذ فلسفتي الرجاله يتكلموا مع بعض يعني الحريم تسكت اسكتوا شويه نسوان تعال انا وانت نتكلم. لا لا يا رجل انا بعطي حقوق المراه يعني ايوه حقوق المراه بس الراجل انك تتكلم الرجل سكتت المراه اخ اسمع انت احكي معاه طيب شنو انت قال مرات وين المراه طيحنا قدر نحن بورقيبه اسمع اسمع عندنا قانون جديد صار في تونس ما نحبش نحكي في اللايف كان شي نمشي للعدل نمشي نقعد خاطر ريت انا مصري انا مش هيفرق القوانين بتاعتكم لان انا مصري انا عندي قوانين مصريه ماليش دعوه بقوانينكم. ليه دي بتقول لي لو ارحب خالد الكويتي ارحب خالد الكويتي البنت بتسكت ما عندنا هيك نحن. طيب على الاقل البنت بتدي فرصه للراجل ان هو يتكلم بدل مش عارفه تديني فرصه. انت ما بتسكتش ما شاء الله عليك. عايز اتعرف على الراجل عايز اتعرف على الراجل ايه ده؟ تورو حبيبي. مين تورو ده يا معلم اسكت خلاص تعالي اتكلمي يا نور. مين تورو ده؟ معلم مش نور تجرح كذاك تجرح بس شدك بس ميك اب يعني اذا هيك ما راح نقدر نستفاد ما راح نقدر نستفاد اذا هيك ما راح نقدر عايزين 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 نستفيد بقى فلسفتي بقى. انا كم عمرك يا صديقي؟ انا عندي 33 ما شاء الله عمر كله. شو تعلمت من حياة؟ شو يعني شو تقول لنفسك؟ شو تعتقد بانك تعلمت من الحياة؟ كيف ترى نفسك؟ انا شايف نفسي ان انا عارف ضوء القمر ضوء الشمس القمر موت عارف ضوء الشمس عارف ضوء الشمس دور الشمس دور ايه ضوء الشمس ضوء الشمس واو حلو ضوء الشمس انا شايف نفسي الشمس كيف ممكن تفسر لي راديون راديون راح افسر لك راح افسر لك انت في انت بتدور على انت بتعمل انت هتحاول هتضربني بالمعلقه ولا ايه تحذفني بالكوبايه ولا ايه ما شاء الله هو شافني كتاب دلوقتي قدامه تقريبا انور 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 خدت قفاز رميس طبعا انتظافك مش جو قفاز فبري امشي طول خطورك اخش باي 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 حسنا الان نحن ثلاثه مثقفون لحظه لحظه جبتيني مع الشخص الصح الشخص اللي هيفهم دماغي والشخص اللي هيفهم افكاري وهيفهم انا بفكر في ايه ويفهم ذكائي تكبيس يا رجاله
بص بقى استاذ فلسفتي، انا عندي مشكله بصراحه مع دماغي يعني، فانا حابب ان انت تحلها لي. طيب انا ذكي جدا يعني، ذكي بطريقه مش طبيعيه، بطريقه لا توصف. حلو. ذكي ذكاء ما يتوصفش، فحابب ان انا اقلل مستوى ذكائي ده شويه علشان الموضوع بقى صعب بالنسبه لي، بقيت من كتر ما انا ذكي امشي في الشارع عمال بحسب كل حاجه، ابص هنا الاقي واحد مثلا بيحسب حسبه في الشارع اعدل له الحسبه بتاعته. ذكي 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 بجد يعني. طيب ذكي بشنو؟ احنا نعرف اينشتاين ذكي بالفيزياء، تسلا ذكي بالميكانيك والكهرباء، انا ذكي ذكي بعالم الفلسفه، انا ستيفن هوكينج ذكي في الفيزياء، نيوتن ذكي في الفيزياء، هنري فورد ذكي بالميكانيك وشركة السيارات، تسلا ذكي بالصواريخ، انت ذكي بشو مثلا؟ انا والاعوذ بالله من كلمة انا ذكي في النسوان. يخرب بيتك. اعرف الولية دي بتحبيني ولا لا من نظرة؟ اوعى كبرى ما تبصليش اوعى لا تعرف انت بتحبيني. اوعى. طيب دوناتستين نفتح الدبل، اتنين دونات او ستين عملة يعني، اي ستين عملة، اتنين دونات ست قلوب بعشرة اي حاجة، اي ستين عملة. قول لي انت شايف نفسك ايه يا استاذ فلسفتي؟ شايف نفسك ايه؟ هذا الكون اللي احنا نعيش فيها، هذا الكون كل مئة سنة، كل مئة سنة يخرج رجل عظيم مثلي يعلم الناس معنى وجودهم. بإمكانك أن تقرأ كتاباتي ومقالاتي على صفحة فيسبوك، علمتني تجاربي. هذا الفلسفة هذا يا تروي أعرفك عليه، هو عالم عظيم، علم نزله من السماء، هو اللي قال لك لماذا مش لا مش من السماء، مش من السماء أرجوكي، مش من السماء. فيكو فاز في الثلاثي أرميلي مثلا قلب بمية ولا حاجة، قلب بمية بس بسيط ممكن. قلت لي امبارح من هبطلك من هذاك من قاع. المهم من أعظم عظماء الفلاسفة، هذا قدوة في الفلسفة، هذا الفلسفة وعلمني كي أتعلم كيف أعوج الناس وأنوقحهم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يستطيع. لا علي سكوري، سكور كوبري أعلى على السكور يعني، واحد كمان ولا حاجه. طيب بس على الضوء حبيبتي يا رميس. طيب بسألك سؤال بقى فلسفتي، بس حاضر. سؤال صريح، سؤال صريح بجد من غير هزار. حاضر. هل انت شايف، والله بجد، هل انت شايف ان الفلسفه وال 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 والتعلم الكتير والتعمق في العلم بيؤدي ان الشخص يعني يفقد يعني زي دينه مثلا، ويخليه ان هو زي بيقول ان هو مش عايز اقول عشان ما نتحذرش، لما بيتعمق قوي يبدا ان هو دماغه انت فاهم بقى تسيح والكلام، فاهم؟ فاهمني؟ لما نتعمق اكثر شو يصير بهذا الشخص؟ لما نتعمق اكثر في العلم البني ادم بيبدا ان هو يعني، ايوه يا رومس، بيبدا ان هو يعني مش عارف اتكلم عشان ما نتحذرش. لا لا ليش انا حضر يعني يوصل الى مرحله الالحاد قصدك؟ لا، لما البني ادم يتعمق قوي في العلم والكلام ده حتى ربنا بينسى دينه بقى، يبدا ان هو زي بيقول يكفر بمعنى صح، فاهم؟ لا 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 شوف انا بلحق اجاوبك. يقول القليل من الفلسفه يؤدي الى الالحاد، اما كثير من الفلسفه يؤدي الى الله. بالعكس عندنا كثير من الفلاسفه يؤمنون. طب اسالك سؤال جالي قبل كده، السؤال ده بجد والله جالي، هل انت شايف ان في حاجه اسمها علم الطاقه؟ يعني البني ادم ممكن يحس بطاقه الشخص من غير ما يكون من غير ما يكون شايفه قدامه؟ يعني انا وانت مثلا شايفين بعض دلوقتي زي ما انا شايفك، تقدر تحس بالطاقه بتاعتي ولا لا؟ بس هذا مو كل شخص، هذا بمليون واحد. شلون نقول واحد بالمئة واحد من عشرة؟ ممكن بمليون واحد، مش لكل شخص يعني، مش مفهومه لكل شخص يعني، بمليون شخص تجد واحد ممكن يشعر بهذا. نعم مش بالمئة والعشرة، بمليون. وممكن شخص يكون يحس بطاقة يعني مش البني آدم بس، مثلا كوبرا دي مثلا، نتوقع ان كوبرا دي شجرة مثلا بقى يعني، نخلة شجرة، ممكن لو هي شجرة انا احس بالطاقة بتاعتها، ولا الكلام ده بيبقى على الحيوانات والبني آدمين بس؟ بتكلم بجد والله ما افتهمت السؤال يعني، بس اهدأ شوية. شلون يعني الطاقة بالشجرة ولا شلون؟ يا ايوه رمس شكرا. يعني البني ادم يحس بطاقة، ثانية بس ادباس لو سمحت، البني ادم بيحس بطاقة البني ادم بس، ولا يحس بطاقة مثلا اي حاجة تانية، بطاقة لا الحيوان لا لا لا. بطاقة الشجر حاجة تانية ايضا، بطاقة الشجر العب تتباس الولاية اكتر
بطاقة الجبال، حتى الجبال عندها طاقة، ممكن تشعر بطاقة الجبال ممكن. حسنا أنا أترككم الآن. عايش أنا ضفتك عامة وأنا كبير عندي. شو مين نرجع لمستوانا ونرجع للحب ونرجع للغرام يا جماعة، مش بتاعنا نحن الفلسفة هذه وسيدي ذكري هذا. ليه والله يسرع علي يعني العلم هذا ما نجموش نراهو يعني.